بسم الله. ان شاء الله في الفيديو ده انا هعرف حضراتكم ازاي تزرعوا شجرة المورينجا. طبعا اشجار المورينجا ليها فوائد كتيرة جدا، من الساق للبذور للاوراق، كل حاجة احنا بنستخدمها بتخش فيه مقاول للمناعة، بتخش فيه حاجة للدورة الدموية، بتخش فيه حاجات كتير جدا ليها فوائد كتيرة جدا. تابعوا الفيديو للنهاية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا قطب عثمان من قناة البستان الاخضر. دائما بشكر اللي مشترك جديد معايا في القناة واللي مشترك قديم معايا، بشكركم شكرا جزيلا على تفاعلكم على القناة. ان شاء الله انا زي ما عرفت حضراتكم ان انا طبعا اي فيديوهات انا بعملها انا بوصيها لكم من داخل المشتل من عندي بفضل الله. انا عندي مشتل نباتات زينة وبنسق تنسيق حدائق وشغل اللاندسكيب. طيب النهاردة باذن الله هعرف حضراتكم ازاي تزرعوا شجرة المورينجا. ازاي هنزرع النهاردة شجرة المورينجا؟ من عن طريق البذور. طبعا انا جبت طبعا عندي ادي بذور المورينجا، ده الغلاف بتاعها زي ما حضرتك شايف، تمام. وده بذرة يا جماعة، ده حتى طبعا في الشجر انا جايبها خضرة، يعني دي لسه ما اكتملتش النضج، تمام. يعني لو حضرتك عندك بذرة مورينجا او انت جبت بذور مورينجا او حبيت في عندك شجرة قريبة منك وجبت منها مورينجا، دي لسه ما اكتملتش، تمام. يبقى دي احنا مش هنستخدمها، احنا هنستخدم اللي زي ده كده يا جماعة، طبعا اللي هو بيبقى ناشف ده جوه الغلاف زي ما حضراتكم شايفين، تمام. احنا نبدأ نفتح كده، تمام. دي كلها بفضل الله، دي كلها بذور يا جماعة، تمام. دي كلها بذور. طبعا ان شاء الله باذن الله هعرفكم ازاي طريقه زراعه النهارده المورينجا بطريقه سهله جدا من داخل المنزل من عندك. طبعا انا لو اتكلمت على المورينجا هحتاج كام فيديو، لانها طبعا ليها بتخش في علاج بعض الامراض كتير. طبعا من فوائد المورينجا هي يعتبر من بتقوي جهاز المناعه جدا، لدرجه اللي في بعض الناس او بعض الاعشاب الطبيه، الناس اللي شغالين في الاعشاب الطبيه يقول لك يا جماعه استخدم 3 بذرات ممكن تبلعهم في اليوم، انك تاخد 3 بذرات فبتقوي جهاز المناعه عندك، بتقوي دقات القلب في حضرتك. لو انت عملت بحث عندك على جوجل على شجره المورينجا من البذور للساق للجذور للاوراق، طبعا ليها فوائد كتيرة جدا. يعني فوائد شجرة المورينجا حتى في الأوراق بتاعتها احنا بنغليها زيها زي النعناع وبنشربها، مفيدة جدا للصدر، مفيدة جدا للرئتين، مفيدة جدا للمعدة، مفيدة جدا لكل حاجة بفضل الله المورينجا مفيدة لها. طب تعالوا بقى أعرفكم ازاي طريقة الزراعة لشجرة المورينجا. طبعا أنا دايما بحضر ده عندي بيتموس، تمام. ده بيتموس صافي زي ما حضراتكم شايفين، وده عندي رمله ببيتموس. ولو ما عندكش بيتموس، تمام، يبقى طمي مع رمله، بس لازم تكتر كميه الرمل، يعني لازم تخلي اقل حاجه كميه الرمل 60% والطمي 40%، عشان الطمي بيحتفظ بالميه، ممكن يعمل عفونه عندك للجذور. طب تعالوا سريعا كده اوري حضراتكم ازاي هنخلط التربه على بعض ونبدا ان احنا نزرع شجره المورينجا، يلا بينا. بسم الله. طبعا احنا بنحط كميه من البيتموس، تمام، مع رمل زي ما حضراتكم شايفين. ده يعتبر بيتموس صافي، وادي بيتموس مع رمل عندنا، تمام، او كومبوست عادي مفيش مشكله، مع بيتموس كومبوست مع رمل مفيش مشكله. وبنبدا ان احنا نخلطها، تمام. اهم حاجه يا جماعه في الزراعه هي التربه، اهم حاجه عشان تحافظ على النباتات عندك، اهم حاجه التربه يا جماعه. وانا اتكلمت مرارا وتكرارا على موضوع التربه، ده موضوع مهم جدا. اهم حاجه عندك في استخدامك للنباتات بالذات المنزلية، أهم حاجة التربة عندي. بنبدأ بقى نجيب القصيص، تمام، ماركو شايفين، نبدأ نعبي بقى، عبي على الآخر طبعا، هنزرع البذور خلال بإذن الله 8 أيام بتبدأ إن هي تنبت، تمام. تمام، خلاص احنا خلصنا كده، تمام، خلصنا كده. تعالوا بقى ورا حضراتكم الزراعه ازاي. بسم الله. بعد ما عرفت حضراتكم التربه احنا بنستخدمها ايه، وطبعا يا جماعه انا باكد على موضوع التربه يا جماعه، لازم يبقى تربه نظيفه، ما تجيبوش اي تربه وخلاص عشان تحافظ على الزرع عندك. بنبدا ان احنا نروي القصيص زي ما حضرتك شايف كده، تمام، بنبدا ان احنا نرويه. طبعا الوقت اللي انا ببث فيه الفيديو ده، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، الوقت ده لو حضرتك عايز تزرع مورينجا لازم انك تغطيها، تمام، او تحط عليها ازازه من فوق لو انت حضرتك هتزرع دلوقتي، لان احنا دلوقتي في فصل الشتاء. لكن احنا كنا زارعين من قيمه شهر، يعني احنا كنا زارعين من قيمه شهر، فانا بوضح لحضرتك طريقه الزراعه الصحيحه ازاي. طيب انا هحط بذرتين جنب بعض زي ما حضرتك شايف كده، تمام، ادي بذرتين جنب بعض، تمام، وببدا ان انا اروي، تمام. انا كنت زارعها من قيمه شهر، ما كنتش مغطيها طبعا لان الجو كان
يعتبر كان دافي تمام. طيب المية انا خلاص انا رويتها دلوقتي بعد الزراعة، ما بحطهاش في مكان في شمس، بحطها في مكان في يعني شمس بتيجي عليها ساعة ساعتين فقط عشان ما تحتاجش مية كتير والتربة تنشف وتبدأ ان البذور تعفن. طبعا انا بس اقل حاجة كل اسبوع مرة واحدة بس تمام لعندي ما تنبت، وبعد كده في الصيف بديها في الاسبوع مرتين، وفي الشتاء بديها كل اسبوع مرة واحدة بس. تعالوا بقى اوري حضراتكم بعد ما زرعناها بشهر بقى شكلها عامل ازاي، يلا بينا. بسم الله. طبعا حضراتكم بعد ما احنا خلصنا زراعة نبتة المورينجا تمام، طبعا المورينجا دي بقالها 40 يوم زي ما حضراتكم شايفين تمام عن طريق البذور تمام. واللي عند واللي قدام حضراتكم دي عمرها سنة، اللي قدامي دي عمرها سنة تمام. طبعا خلاص دي حضرتك بقى مكتملة، يعني ممكن تستخدم منها الأوراق بتاعتها، ممكن هي سريعة النمو على فكرة تمام. زي ما أنا قلت في الشتاء بدي مرة واحدة في الأسبوع الري، طبعا بهتم بالإم بي كي بالتسميد أو الحديد. في الصيف بس يعتبر حسب الدولة عندك أو حسب البلد اللي عندك ممكن درجة حرارة شديدة بس كل يوم، ممكن أسقي يوم ويوم تمام. زي ما حضراتكم شايفين أدي شكل شجرة المورينجا بعد سنة تمام، بقى شكلها عامل ازاي. استخدم طبعا دلوقتي صالحة ان انت تاخد منها الاوراق تمام باذن الله، وتستخدمها عادي تغليها عادي تمام، وتبدا ان انت تشربها. طبعا هي ليها صالحه ليها، حضرتك لو دخلتوا على جوجل او على اعملوا سيرش على النت كده هتلاقوا ليها فوائد كتيره جدا لاستخدام الادمي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.